بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم لدينا طريقة أو شرح لطريقة إنشاء ملف PDF عن طريق باستعمال برنامج Adobe Acrobat Professional أو عن طريق استعمال الوورد. نبدأ بالطريقة الأولى. يجب أن يكون لديكم برنامج Adobe Professional. هذه الواجهة الخاصة به. نبحث عن كرييت PDF ثم ملتيبل PDF. نريد إنشاء كتاب صغير مهد 3 صفحات. نبحث عنها ثم نقوم باختيارها. نقوم بتعديل ترتيبها ثم أوكي ثم سيف. نختار اسم ثم حفظ الملف أو الكتاب عن طريق PDF. الآن أريد إغلاق هذا الملف بكلمة سر لمنع فتحه أو منع طباعة أو التعديل عليه. القيام بذلك نذهب إلى File ثم Document Property. نبحث عن Security ثم Password Security. نختار Acrobat 5 فما فوق. هنا لدينا حالتين: منع فتح الملف أو منع أو كلمة سر لمنع الطباعة والتعديل عليه. نضع كلمة سر الأولى ثم كلمة سر الثانية تكون مختلفة. يقول لي أعد كتابتها الأولى. نقوم بكتابتها ثم الثانية. أوكي ثم نقوم بحفظ الملف. Save as. نختار اسم اخر 7 ونغلق كل شيء. نقوم الان بفتحه. عند فتح الملف الكتاب يطلب مني كلمة سر. اذا كان الملف مغلق بكلمة سر لمنع القراءة فلا ينفع انك تبحث في المواقع تحويل او فتح او تجاوز كسر كلمة سر لمنع الطباعة. في منع الطباعة يمكن، ولكن إذا كان مغلق بكلمة سر لمنع القراءة فلا يمكنك ذلك. نكتب كلمة سر. الآن يمكننا قراءة الملف عادي. لو ذهبنا إلى محاولة طباعة الملف فنجد أن الطابعة مضللة ولا يمكننا الطباعة. كان هذا الطريقة الأولى لإنشاء ملف ملف PDF عن طريق Acrobat Professional ومنع الطباعة والفتح لآخره. الآن نقوم بإنشاء ملف PDF عن طريق الوورد. نفتح الوورد. هذا الملف الذي أريد أن أحوله إلى كتاب PDF. في بعض الأوفيس يوجد خيار PDF. يمكنك استعمال هذا الخيار مباشرة. وإذا كان لا يوجد لديك خيار تحويل إلى PDF يمكنك استعمال الطابعة. ثم في اختيار الطابعة التي اسمها Microsoft XPS Document Writer فأوكي. ثم اختار اسم. الآن لدينا ملف أو كتاب بصيغة XPS. هذه الصيغة يمكننا تحويلها إلى PDF عن طريق برنامج XPS to PDF. هذه الواجهة الخاصة به. يمكنك إزاحة ثم اختيار مكان وضع الملف ثم Convert فنجد الملف PDF عادي. أو يمكنك الاطلاع على رابط فيديو تحت هذا الفيديو. في ذلك الفيديو يمكنك إيجاد كيفية تحويل جميع صيغ الملفات إلى PDF. كان هذا الدرس اليوم. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.